كما حرر الجيش اليمني والمقاومة بدعم من طيران التحالف المواقع الواقعة قبالة جبل الأزهر أو الأزهور بمحافظة صعدة. وأفادت مصادر عسكرية أن العمليات في المحافظة تسارعت وتيرتها نتيجة هروب ميليشيا الحوثي من الجبهات، حيث نفذ الجيش اليمني والمقاومة عمليات عسكرية نوعية قتل فيها ما لا يقل عن 30 عنصرا حوثيا، فيما استهدف طيران التحالف مخازن للأسلحة ومنصات إطلاق صواريخ.